هو انسان طبيعي، هو انسان طبيعي، هو عارف وفاهم، لكن هو مش قادر يعبر. واجب على كل اللي حواليه انه يكملوا له الحاجه اللي هو ناقصها. بدأنا هوب أكاديمي في اليوم اللي تخلت المدرسة اللي كان فيها زياد ابني فيها لمدة أكتر من 18 سنة. إحنا كنا 6 بيرنتس، قررنا إن إحنا نوجد مكان لأولادنا والأولاد غيرنا اللي ممكن يتحطوا في نفس الموقف اللي اتحطينا فيه ده. في هوب الفكرة هو إن إحنا المكان هو الحياة ما بعد الفصول، بس إحنا شغلنا مينلي بيقوم على سيناريو فوكيشنال سيناريو. مفيش حد بيبقى عارف أي طالب سبيشال نيد ممكن يتطور لإيه وممكن تطلع منه إيه غير لما تحاول معاه وتجرب معاه. فيهم يقدر يؤدي المهارة العضلية وبيعملها، في بيؤدي المهارة المهنية الحرفية اللي اتعلمها بيعملها، إنتاجهم بيزيد وبيتطور بسهولة وبسرعة جدا جدا جدا. يعني التاسك سي بتاع اكس من الولاد إن هو النهاردة ديزايننج 10 كاردز، عمل برودكت ليه قيمة وابتدى يبقى فيه انكم، بالتالي ابتدينا نطلع سالاريز للولاد. عندي بنت اسمها مي، في فترة قليلة قوي قوي لقيتها الحمد لله اتغيرت جدا والأحسن بكتير، بقت تعتمد على نفسها أكتر وتثق في نفسها. لما جاء بقى سن التعليم اكتشفنا ان هي محتاجه 1 تو 1، محتاجه حد يبقى معاها على طول. هوب اكاديمي يعني دي كانت حلم بالنسبه لي، سعاده ولادنا بالنسبه لنا هي دي اللي احنا ماشيين بيها. في امل كبير انها ان شاء الله تشتغل، عندها قدرات وهنا بيأهلوها بقى لكده، يعني دي حلاوه هوب. بنشتغل على نعمل ديلز مع لاولادنا اللي مش هيقدروا ان هم يطلعوا بره الاكاديمي عشان يعملوا شغل، احنا هنجيب الشغل لغايه عندهم. افتحوا لهم الباب، محدش هيندم خالص.